السلام عليكم، يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو هام وتصريحات هامه لمدرب منتخبنا السوري الروماني تيتا فاليرو، تصريحات جدا جدا هامه بخصوص المنتخب السوري وخصيصا بعد الخروج من بطوله كاس العرب قطر 2021. بدايه التصريحات عم تكون طبعا نقلا عن شبكه جلوبال سبورت، من وجه تحيه للاصدقاء والعاملين بهي الشبكه للاستاذ ناصر بكار. بداية بالتصريحات عم تكون حول ملف اللاعبين المحترفين خصيصا عمر السومة وعمر خليبين، بعد ما كثرت اشارات الاستفهام عن سبب الغياب وعدم الالتحاق وعدم المشاركة مع المنتخب السوري خلال بطولة كأس العرب، وتجدد الاعتذارات عم تكون للنجمين السومة وخليبين عن الالتحاق مع المنتخب السوري، والتحليلات والكلام والكثير من العديد من الكلام يلي كان من خلال عدة برامج تلفزيونية او البرامج التحليلية الرياضية العربية خلال الأيام الماضية عن غياب السومة وخليبين عن المنتخب. وصرح تيتا فاليرو عمر السومة وعمر خليبين لاعبان مهمان جدا والأبواب مفتوحة أمامهم للالتحاق بالفريق والتقديم الإضافة. هلأ نحن جميعا نعرف قيمة النجمين عمر السومة وعمر خليبين بتواجدهم بأرضية الملعب، أكيد بتواجدهم مع المنتخب السوري. أكيد نحن كمان نتمنى أن يتواجدوا بباقي المباريات بباقي المشاركات، وبنفس الوقت ما بدنا يكون في عنا اعتذار وغياب من دون سبب من دون مبررات واقعية لأي لاعب، إن كان نجم أو حارس أو أي لاعب خط الهجوم مثل ما ذكرنا، لأن المنتخب أكبر من أي لاعب، أكبر من أي مدرب بالعالم. التصريح الثاني عم يكون: أحاول إحضار جميع اللاعبين المحترفين في أوروبا أو في المنطقة العربية الذين بإمكانهم الحضور أو المشاركة مع المنتخب السوري. موضوع المحترفين واللاعبين المغتربين دائما عم يكون اي مدرب عم يستلم المنتخب عم يكون في عنا تصريحات حول هذا الملف، يعني للاسف كل هالتصريحات وكل هالكلام ما كان في عنا انضمام غير اللاعب عبد الرحمن ويس لصفوف المنتخب السوري، وشاهدنا قيمه هذا اللاعب بخلال المباريات الماضيه اللي كانت التصفيات. وبنرجع بنقول نحن اي لاعب ممكن يقدم اي اضافه للمنتخب بارضيه الملعب من الشباب اللي ممكن متواجدين بدول الاحتراف في دول اوروبيه او امريكا الجنوبيه، فهذا الشيء جدا ايجابي للمنتخب، خصيصا نحن بمباريات حاسمه لموضوع الملحق في حال كان في عنا امل بالتاهل كصاحب مركز الثالث في هاي المجموعه. التصريح الثالث للمدرب تيتا: استدعاء ملهم بابولي يعتمد عليه اولا ان كان يريد ذلك، يعني اللاعب اذا كان لديه الرغبه بتمثيل المنتخب السوري خلال الفتره القادمه فابواب المنتخب مفتوحه لو تواجد اللاعب ملهم بابولي، وخصيصا ان اللاعب ملهم بابولي عم يمر بفتره جيده جدا مع فريقه ضمن مباريات الدوري الكندي. التصريح الرابع: سامنح الفرصه للمحترف سيمون امين لاي لاعب اخر يمكنه صنع اي شيء مع المجموعه خلال المباريات القادمه. جميعا نعرف ان سيمون امين اللاعب المحترف بعده دوريات اوروبيه وحاليا بالدوري السويدي وكان عنده تمثيل عده انديه باوروبا، انه اللاعب ما اخذ فرصته جيدا مع المدربين السابقين اللي كانوا متواجدين مع المنتخب السوري، من ممكن كان في عنده مشاركات بسيطة بأول المباريات مع المنتخب، لكن لهلا نحن كجماهير كمتابعين للمنتخب نتمنى إنه يكون في عنا استدعاء للاعب ياخذ فرصته مرة ثانية وثالثة بباقي المباريات، أكيد نحن هذا الكلام بده يكون في عنا مباريات ودية وتجريبية لهاللاعبين لهالأسماء المتواجدين. التصريح الرابع أو الخامس عم يكون: مهمة الظفر ببطاقة الملحق للمؤهل لمونديال قطر 2022 صعبة للغاية، ولكن علينا استغلال فرصتنا كاملة في المباريات الأربعة القادمة، طبعا أمام الإمارات وكوريا الجنوبية والعراق أمام المنتخب اللبناني. هلأ أكيد المدرب عرفان حاله أنه حاليا هو بوضع كثير صعب، كثير مباريات صعبة عم تكون للمنتخب السوري وخصيصا بعد النتائج السلبية يلي كانت أمام العراق ولبنان وإيران، الخسارة الأولى أمام إيران بمباريات الإياب، لكن خلينا نقول المدرب عنده طموح أو عنده أمل بنسبة 20% بالنسبة لموضوع المنافسة على بطاقة الملحق خلال هاي المباريات. بدنا ننتظر جميع نتائج باقي المنتخبات، لأنه رياضة كرة القدم ما بتنتهي الآمال، ما بتنتهي الفرص لآخر الجولات حتى الحكم يعلن صافرة النهائي. لكن المهم تكون تصريحات المدرب أو كلامه واقعية جدا، ما بدنا يكون في عنا أبدا أي ضحك على عقول الجماهير، ما بدنا تصريحات أبدا تأمل الجماهير بوضع أفضل من هيك، لأنه حاليا لازم نحن ننظر لوضعنا لمستوانا الحالي بالمستوى بالأداء بالنتائج بالمباريات يلي كانت، أكيد نحن بنطمح للأفضل، بنطمح للفوز
بالمباريات، نطمع الفوز بأربع مباريات القادمة، هذا الشيء طبيعي. أكيد المدرب ما رح يجي يقول نحن رح نخسر أربع مباريات، أكيد نحن ما عم نطالب بهذا الكلام، بس بنفس الوقت ما بدنا نوقع بالأخطاء اللي كانت ببعض تصريحات المدربين السابقين عن المنتخب السوري خلال الفترة الأولى من التصفيات. الدور الأول كان في عنا طموحات عالية جدا للجمهور، للأسف انصدمنا بسبب تصريحات المدرب أيضا الأداء والنتائج يلي كانت. بالتصريح السادس اللي عم يكون عنا، تغيير أرضنا من الأردن إلى الإمارات أكثر فائدة لنا. أكيد موضوع الأرض والجماهير هي عامل دور إيجابي جدا لأي فريق ولأي منتخب، والجمهور يعتبر اللاعب ثاني عشر بأرضية الملعب لأي فريق ولأي منتخب. وجميعا عم نشاهد الرابطة والجماهير المتواجدين بنوجه لهم تحية كبيرة بأي مكان بأي بلد، كيف إن عم يدعموا ويشجعوا المنتخب السوري أو الأندية السورية اللي عم تشارك بالمباريات والبطولات بأي مكان. أكيد نرجع نقول تواجد بالإمارات أنا شايفه من خلال متابعتي للمنتخب لعدة سنوات وعدة أيام مباريات شيء إيجابي جدا، وخصيصا ملاعب الإمارات ملاعب عالية الجودة وعالية المستوى، وإن شاء الله يا رب تكون فاتحة خير علينا نقلة مبارياتنا خارج أرض الأردن. للشكر أكيد دولة الأردن وملاعب الأردن اللي استضافت مبارياتنا الأولى في مرحلة الذهاب، هذا الشيء جدا نحن كمان نفتخر فيه هو استضافة مبارياتنا بالأردن. نحن دائما ندعي كجماهير سورية ترجع مبارياتنا بأرضنا سوريا. تصريح السابع عم يكون، سندعم الكادر الفني المساعد بمدربين لياقة ومحللين أداء، حيث المنتخب السوري المنتخب الوحيد الذي يفتقد لذلك. وجميعا بنعرف المستوى البدني ومستوى اللياقة البدنية عند لاعبين المنتخب السوري ودورينا المحلي صراحة نحكيها بكل صراحة مستوى ضعيف. أكيد هذا الموضوع لازم يكون فيه له اهتمام خاص، العامل البدني، عامل اللياقة، عدد المباريات الدوري، تنظيم جدول منتظم مباريات الدوري المحلي، أكيد هذا الشيء حيفيد المنتخبات السورية بجميع الأعمار. مع استدعاء اللاعبين المحترفين أكيد حيكون المنتخب أفضل، واستقرار وتواجد جهاز فني وإداري بسوريا عم يراقب اللاعبين عم يراقب الدوري المحلي، أكيد هذا الموضوع جيد جدا لمنتخبنا لباقي المباريات أو المنافسات اللي احنا بدنا ننافس عليها. وأنا كشخص متابع لمباريات المنتخب أكيد بتمنى الاستقرار على مستوى الجهاز الفني والإداري، وأكيد على مستوى اللاعبين والتشكيلة، حتى يكون في عنا صورة واضحة للمنتخب بباقي المباريات مع اقتراب بطولة آسيا 2023 بالصين. هاي جزء أو هذا جزء كان من تصريحات المدرب روماني تيتا عن هاي الأمور. أكيد حيكون في عنا فيديو تاني عن باقي التصريحات نذكر هاي التصريحات وأيضا حلل التصريحات من وجهة نظر شخصية للمنتخب السوري بباقي المباريات للمنتخبات العربية إن شاء الله. بتمنى منكم تشاركونا رأيكم بهاي التصريحات بكلام المدرب الروماني تيتا. أكيد انضموا لمجموعاتنا الرسمية عبر تطبيق الواتساب حتى يصلكم كل جديد أول بأول وين ما كنت على موبايلك، يوصلك الإشعار رابط الفيديو ورابط بث المباشر لأي مباراة. جميع الروابط اللي أنا ذكرتها أسفل هذا الفيديو ضمن قسم الوصف والتعليقات. وهلا السلام عليكم.